أنا عاوز إن العزلة دي نعمل فيها جدول، الأسرة كلها مع بعض، حاولوا تفطروا وتتغدوا وتتعشوا مع بعض، دي ما بتحصلش في حياتكم العادية. هنا الناحية الإيجابية في هذه العزلة، كل واحد فيكم بيفطر ويتغدى ويتعشى لوحده أو مستعجل أو عاوز أو كذا، حددوها. عاوز إن الأسرة تضيع وقتها في حاجات مهمة جداً. ليه الشباب الصغير والبنات الصغيرين ما يتعلموش جزء من النظافة في البيت؟ ما يتعلموش جزء من ان هو يخش يتعلم يعمل ازاي بيضة مسلوقة أومليت، يعمل اي طبيخة اي حاجة، خاصة البنات. خليهم يساعدوا كل اولادكم وبناتكم في تنظيم هذا البيت.